الاجتماع ده اجتماع دراسي. واحنا وصلنا لمرحله جديده فيه. فانا لو معاك انجيل افتح فهرس العهد القديم. ما ينفعش على الجنب نفتح اهو 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 موجودين. اشكرك. ما ينفعش نكبر. اوكي ينفع اهو شايفينه. بصوا احنا وصلنا لمرحله يعني فاضل لنا في العهد القديم فاضل 17 صفر. احنا خلصنا 22. فاضل 17. اذكركم بحاجه قلناها في اول المشاركه دي او اول الرحله اللي احنا عاملينها دي في الكتاب المقدس. اذكركم احنا بنتتبع اعلان الروح القدس ربنا استراتيجي جدا. كتاب مقدس استراتيجي جدا. مش صفر ولا صفر ملوش معنى ملوش علاقه. حكينا ازاي استراتيجيه الاعلان شغاله طول ما هو ماشي. في استراتيجيه في الكلمه في استراتيجيه في الاعلان. اذكركم اكيد نسيته العهد القديم متقسم ثلاث اقسام او احنا قسمناه ثلاث اقسام 17 5 17. الخمسة اللي في النص دي أصفار الشعرية أو الأصفار المكتوبة كشعر بتحكي عن العلاقة الشخصية ما بينك وبين الرب اللي منها المزامير الجمعة الأمثال نشيد الأنشاد. دول الخمس أصفار الشعرية الموجودة في النص زي ما يكون زي أرش كده أو باب أرش. ففي خمسة بيعلنوا أنه القصة قمتها هي علاقتك الشخصية مع الرب مبنية على حق ومبنية على كلمة مبنية على أساسات وعلى اختبارات ومبنية على كلمة الرب. فمبنية على اختبارات روحية جاية من كلمة الرب على حياتك. وأتاري الكلمة والاختبار بيقودك في الآخر إلى قمة الأرش. ده هو العلاقة هو المزامير هو نشيد الأنشاد هو الحتة فالكتاب استراتيجي جداً. أول 17 صفر هو يقول لك أصفار تاريخية صح؟ ماشي. خمسة بتوع موسى ماشي. وبعد كده إيه؟ 12. خمسة بتوع موسى تاريخي. وبعد كده 12 صفر. وال 12 دول يتقسموا كمان لتسعة وتلاتة. تسعة قبل السبي وتلاتة بعد السبي. ف 17 و17 5 9 3. على الناحيه الثانيه من بعد نشيد الانشاد 17 اللي احنا قدامنا دول دي اصفار كلهم نبويه. 17 ثاني ف17 5 17 17 دول كلهم نبويين بيتقسموا نفس التقسيمه غريبه قوي. 5 انبياء كبار 9 قبل السبي ثلاثة بعد السبي. هي بسيطة بس استراتيجية. مرة تاني رب عايز ياخدك للعلاقة الشخصية قمة القصة كلها انك انت وهو وجها لوجه. قمة القصة كلها هي العلاقة الشخصية قلبك وقدام الرب. داود في المزامير نشيد الأنشاد عريس وعروس شخصية. بس القمة دي الأرش ده على 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 مبنيين على كلمة الرب وعلى اختبارات وانت ماشي ورا كلمة الرب. فكلمة اختبار دي مش كلمة بايخة مش كلمة ايه اختبار. بالعكس تاريخك وراء الرب. كل مرة انتصرت كل مرة انهزمت كل مرة مريت برحلة كل مرة استقبلت كلمة وتعطها كل مرة استقبلت كلمة وما تعطهاش وانهزمت. كل ده اختبارات بتطلع ايه لازم تقودك في الاخر للعلاقة. في القصص التاريخية في هزايم كتير. دي بتقود لإيه؟ أصلاً لما بتهزم أنا بتحرك بوم بأطلع للأرش. هي العلاقة. الأصفار النبوية هي كلمة الرب. هتفهم حاجة؟ فهنا تاريخ ده تاريخك
وتاريخك لازم يقودك للعلاقة، وكلمة الرب لازم تقودك للعلاقة، ودول العمودين اللي قمتهم بتحصل قلبك أمام الرب وجها لوجه، ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. أمين.